نور ستارز من بين أكبر اليوتيوبرز العرب. ليش كانت تسجنها والدتها بالبيت وهي صغيرة؟ ما حقيقة ترك أبوها لها وهي بعمر 6 سنوات؟ كيف بلشت من الصفر لتحقق أحلامها وتشتري أفخم البيوت بدبي وأمريكا وحتى سيارة أحلامها وتحقق عدة نجاحات وإنجازات من بعد ما كان حلمها الحصول على بيت للعيش فيه، ومن بعد ما كانت تجمع كراتين للحصول على الدفء بفصل الشتاء؟ بتاريخ 21 أغسطس سنة 1997 ولدت بنت اسمها نور نعيم من أم وأب من ذوي الاحتياجات الخاصة، فكانت نسبة ولادتها وقدومها للحياة ضئيلة جدا وشبه معدومة نظرا للحالة الصحية اللي كانت تعاني منها أمها، فسماها الأطباء بالولادة المعجزة، لتعيش سنواتها الأولى وسط حب ودفء عائلتها وتعلقها الكبير بوالدتها. عاشت نور أول طفولتها طفولة جدا عادية مثل أي طفل تاني وسط عائلتها وأقاربها اللي كانوا ساكنين بنفس الحي بالعراق، وبسبب أنها كانت الطفلة الأولى لوالدتها فكانت والدة نور كتير تخاف عليها لدرجة تخاف عليها حتى من الهواء، فكانت ساجنتها بالبيت وما تطلعها كتير لبرا وما تخليها تخالط كتير ناس حتى أقاربها خوفا عليها. فكانت تقضي نور يومها لما تغادر أمها للشغل بالبيت مع مربية كانت تناديها نور بأمي الثانية واللي كانت تحرص على سلامتها وأكلها ولبسها ولعبها، فنور كانت تحس حالها جدا وحيدة بهذه الفترة. فبعد مرض والدة نور انقلبت حياة نور الصغيرة اللي كانت أميرة بيتها وعايشة كالأميرات رأسا على عقب، فتأثرت نور كتير بمرض والدتها لأنها كانت كتير مقربة منها، وكان هالموقف أصعب موقف في حياة نور ستارز اللي كانت بسببه ممكن تفقد أمها للأبد وهي بعمر صغير. غير عن هالصدمة فعاشت نور صدمة ثانية بطفولتها واللي كانت انفصال أمها وأبوها وحدوث مشاكل عائلية كتيرة وكبيرة بينهم وبين أهل أبوها، مما دفع والد نور لتركها وهي بعمر 6 سنوات رفقة إخواتها الصغار بنين ووليد ووالدتها المريضة، واختفى من بعدها من حياتهم. فبعد ما شفيت أم نور وبسبب الأوضاع الصعبة اللي عاشتها العراق بهذيك الفترة، غادرت نور رفقة عائلتها المتكونة من أمها وأختها الصغرى بنين وأخوها الصغير وليد متجهين لسوريا على أمل أنهم يلقوا أمن هناك ويستقروا. فأول أيامهم بسوريا كلاجئين كانت جدا صعبة بحثاً عن بيت ومكان ليعيشوا فيه، ومن سوريا انتقلت عائلة نور لتركيا بحثاً أيضاً عن بيت واستقرار هناك نظراً للأوضاع اللي عاشتها سوريا، حتى أن عائلة نور كانوا يجمعوا كراتين لإشعالهم للحصول على الدفء وسط البرد القارس هناك بفصل الشتاء. فكان حلم نور الكبير هو الحصول على بيت خاص بهم بعد كل هالتعب. فهون نور بلشت تكبر وتوعى أكتر وتصير عندها أحلام كبيرة. فمرة وهي قاعدة بالبلكونة رفقة والدتها رددت وقالت لأمها: بكرة بس أكبر حروح على أمريكا وأدرس هناك ويصير عندي بيت وسيارة وصير مشهورة وتصير عندي كتير فلوس وحقق كل أحلامي. فباتخاذ أم نور لقرار مغادرتهم لتركيا وانتقالهم لأمريكا بلشت أحلام نور تتحقق خطوة بخطوة. فبانتقالهم لأمريكا قدرت نور تدخل المدرسة بأمريكا من بعد ما امتحنوها ونجحت بالامتحان نظرا لشطارتها بالدراسة، وتمكنت نور من تحقيق نجاح كتير كبير بدراستها ودخولها للجامعة وتفوقها في مجال إدارة الأعمال، وتفرح والدتها بدراستها وتوفقها فيها.
وفي سنة 2014 اكتشفت نور عالم اليوتيوب وصناعة الفيديوهات عليه. فبلشت نور تشارك فيديوهات على يوتيوب لغرض التسلية فقط ولحتى تكون أقرب من الجمهور والثقافة العربية اللي كانت مفتقدتها بأمريكا. لتبلش نور وتنصدم من تحقيقها لنجاح كتير كبير على هالمنصة وبمشاهدات جدا عالية، فبلش اسمها ينتشر وينشهر بشكل كتير كبير بالعالم العربي، وهالشي أيضا خلاها تحقق دخل مادي منيح وتصير هي المسؤولة الأولى عن عائلتها وتتحمل مسؤولية العمل بدل والدتها اللي تعبت سنوات عديدة لتكبرهم ببيئة مناسبة لهم هي وإخواتها. فخلال هالفترة عانت نور من السمنة واللي كانت لأسباب عاطفية ونفسية أيضا بسبب فقدانها لشخص كان كتير مقرب بالنسبة لها، ونور دائما ترفض تحكي عن هذا الموضوع أكتر. فنور حاربت وتمكنت بالأخير من التغلب على السمنة وخسارة وزن بشكل كتير كبير وتكمل بمجال صناعة المحتوى على يوتيوب رغم كل الانتقادات والتعليقات السلبية اللي طالتها، وتصنع اسم نور ستارز وتوصل لأماكن بعيدة جدا. فنور اليوم وبعد كل الصعاب اللي عاشتها تمكنت من شراء أكثر من بيت فخم بعدة بلدان من بينها أمريكا ودبي. بعرف في صدى لصوتي بس لأنه أنا بالبيت الجديد. أوكي، أنا معوديتكم أن تكونوا جزء من كل بداية جديدة بحياتي وتضلكم جزء من القصة. وسيارة أحلامها من بين أفخم السيارات بالعالم. قامت تعاونات كبيرة مع عدة ماركات عالمية وحصلت على عدة جوائز وحققت عدة إنجازات وأرقام خيالية جدا في مجال صناعة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي. فشو رأيكم بقصة حياة نور ستارز وكيف تحولت عبر الزمن؟ اكتبوا لنا تحت بالتعليقات قصة مين بدكم من اليوتيوبرز تسمعوها بالحلقة المقبلة.